السلام عليكم، أهلا بكم متابعينا في مقطع جديد. في هذا المقطع سنعرض لكم ما قاله بطل العالم النيجيري كامارو عثمان عن دينه الحقيقي، وسنعرض لكم ما نشره عن الارتداد عن الإسلام واعتناق المسيحية وعن دينه الذي يتبعه الآن، فتابعوا معنا. ولا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. يتساءل الكثير من الجماهير منذ مدة طويلة عن ديانة بطل العالم النيجيري كامارو عثمان، والذي تم تصنيفه المقاتل الأفضل على مستوى العالم قبل هزيمته الأخيرة على يد إدواردز. فقد انتشرت أخبار وشائعات كثيرة عن ارتداده عن الإسلام واعتناقه للدين المسيحي، والحقيقة أن عثمان كان كتوما جدا في هذا الأمر ويرفض الحديث به، ولكنه قرر أخيرا الإفصاح عن ديانته الحقيقية وسبب ارتداده. فقد ولد عثمان على ديانة الإسلام لأب مسلم وأم مسيحية، وقد تربى على التعاليم الإسلامية رفقة أخيه محمد وباقي إخوته، ولكن يبدو أن المقاتل النيجيري كان مسلما بالاسم فقط، مما دفعه للارتداد عن الإسلام وإعلان اعتناقه للدين المسيحي فعلا في سنة 2016. وفي تلك الفترة كان عثمان لا يزال مغمورا، ولم يكن أحد يسمع باسمه أو يعلم من هو، حيث نشر حينها صورة لابنته أمام الكنيسة وقال: لقد خرجت للتو من الكنيسة وأشعر بالقوة، الآن أنا مستعد لبدء الأسبوع. فعلق له أحد المتابعين: لقد كنت أظنك مسلما. وهنا أجاب عثمان: نعم، لقد ولدت مسلما، ولكنني تركت الإسلام لاحقا لأصبح مسيحيا. أنا أعرف كلا الديانتين جيدا وأحترمهما بشكل كبير. ويبدو أن عثمان قد فعل هذا في ذلك الوقت لزيادة تقبل المجتمع القتالي له والوصول إلى هدفه بشكل أسرع، وهو المال والشهرة. فقد قام بحذف ذلك التعليق بعد فترة قصيرة، ومنذ ذلك الحين وهو يرفض الحديث عن ديانته. ولكن في الفترة الأخيرة ظهر عثمان في مقطع مسجل وهو يجيب على أسئلة أحد الجماهير، والذي عاد لسؤاله عن ديانته، فاسمعوا بما أجابه. Next question: Are you Christian or Muslim? I never even felt any type of way to even ever really try to address this, because one, it's not your business, you know. It's none of y'all business. I don't understand why people like sit here and, oh, I just want to know if you're Muslim or if you're Christian, because that tells me if you're a good person or not. Like, come on, guys, doesn't matter whether you're Muslim or Christian. What matters is the fact that if you are a good person, if you're human, if you're humane, and that's the most important thing. But since we're on the subject, let me answer. Of course, I was born, I was raised Muslim, 100%. We immigrated here, and you know, my mom took us to the church, which, with all fully respect, my mom was always respectful of the Muslim culture. My father is a Muslim, and so it's weird. I don't know how that worked out, but I never one time heard an argument about religion in my house. Never one time was there any issues of us going to the mosque or the church. Never one time. But once I grew up, I became an adult, a young adult. You know, now that you've been exposed to both religions, it's up to you to make the informed choice and the informed decisions that you want. And with that, I just identify more with being a Muslim, with Islam. I just identify a lot more with that. أي أن المقاتل النيجيري قد عاد لاعتناق الإسلام مجددا بعد فترة قصيرة. وبعد هزيمته الأخيرة أمام إدواردز، نشر عثمان على صفحته قائلا: الجميع معرض للمصائب، ولكن الحمد لله فإننا نقف ونكمل من جديد. ولا بد أن للبطل الداغستاني حبيب نورماغوميدوف دورا كبيرا في عودة عثمان لدينه، فقد أصبحا صديقين منذ عدة سنوات ولهما مدير الأعمال نفسه، ودائما ما يقوم حبيب بالوقوف مع عثمان وتمني التوفيق لها، مما يدل على أنه كان يعلم بأمر عودته للإسلام قبل الجميع. فما رأيكم أنتم؟
نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمناه لكم في هذا المقطع، ودمتم بأمان الله.